أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من الأخبار، والبداية مع العناوين. ستة شهداء بينهم نجل الأسير القائد زكريا الزبيدي إثر بدء الاحتلال عملية عسكرية في مخيم الفارع جنوب طوباس، والمقاومون يتصدون بالرصاص والعبوات الناسفة. شهداء وجرحى في قصف استهدف خيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، وحصيلة حرب الإبادة تتجاوز 40,800 شهيد. القسام تنشر مقطعا لأسيرين إسرائيليين قبل مقتلهما يتهمان حكومة نتنياهو بقتل الأسرى لمنع إنجاز صفقة تبادل. بعد إعلانه التمسك بفيلادلفيا، مصر تؤكد رفضها أكاذيب نتنياهو بشأن تهريب السلاح من سيناء إلى غزة، وتصف تصريحاته بأنها رسالة استباقية لواشنطن. المقاومة الإسلامية في لبنان تدخل مستوطنة أوتمر دخاي في جدول أو تدخل هذه المستوطنة في جدول نيرانها أثر ارتخاء شهيدة وإصابة آخرين على الجنوب، وحرائق في الجليل المحتل من جراء قصف صاروخي من لبنان. خلال زيارة تاريخية إلى أنقرة، الرئيس المصري يوقع اتفاقيات لتعزيز التعاون مع تركيا ويدعو إلى وقف للنار في غزة، وأردوغان ينتقد محاولات تل أبيب جر المنطقة إلى التصعيد. ارتفع إلى 6 عدد الشهداء الذين ارتقوا في عملية عسكرية لجيش الاحتلال في مخيم الفارع بمحافظة طوباس شمالي الضفة بعد انسحابه من مخيم نور شمس في طول كرم، وارتقى 5 شهداء في غارات جوية على مركبة في مخيم الفارع هم أحمد أبو دواس ومحمد الزبيدي نجل الأسير القائد زكريا الزبيدي أحد أبطال عملية نفق الحرية، ومحمد عوض وقصي عبد الرازق ومحمد أبو زاغة. كما أعلن الهلال الأحمر ارتقاء شهيد سادس يبلغ 17 عاما بعد منع إسعافه إثر إطلاق النار عليه قرب نقطة طبية في مخيم الفارع. واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في مخيم الفارع جنوب طوباس، وشهد المخيم اشتباكات مع قوات الاحتلال في أعقاب تنفيذها عمليات اقتحام. وفي جنين استهدف مقاومون آليات جيش الاحتلال بعبوة محلية الصنع في بلدة كفردان غرب المحافظة، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من حاجز الجلمة نحو مدينة جنين، فيما عمدت إلى محاصرة منزل في بلدة كفردان، إضافة إلى إجبارها بعض العائلات على الخروج من منازلها في محيط مخيم جنين. وفي نابلس أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام قرية قريوت جنوب شرق المدينة، كما استهدف المقاومون قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع خلال مرورها من بلدة عنبة شرق طول كرم، وأظهرت المشاهد لحظة سحب الاحتلال آلية تم استهدافها وإعطابها في مخيم نور شمس في المدينة. أما في الخليل فاقتحمت قوات الاحتلال مدينة الظاهرية وبلدتي إذن وصريف تزامنا مع اقتحامها بلدة عزون شرق قلقيلية وبلدة بيتونيا غرب رام الله. حول آخر التطورات في الضفة الغربية تضعنا الزميلة نسرين سلمي في هذه الأوضاع والمستجدات. صباح الخير نسرين. تبدأ من طوباس ومخيم الفارع حيث انسحبت قوات الاحتلال بعدما كانت اقتحمت المخيم في ساعات منتصف أو ما بعد منتصف الليلة الماضية، ونفذت فيها عملية اغتيال استهدفت 5 من الشبان، 2 منهم من مخيم الفارع و2 من جنين من مخيم جنين عمليا و2 من طوباس. في تفاصيل عملية الاغتيال، قوات الاحتلال أطلقت 3 صواريخ باتجاه المواطنين الذين كانوا يجلسون بالقرب من أحد الأماكن في مخيم الفارع. تم إطلاق الصواريخ باتجاههم، بحسب شهود العيان الصواريخ أصابت
بشكل دقيق وكانت مواجهة بشكل دقيق باتجاه الشبان، مما أدى طبعا إلى التقائهم شهداء. أحد الشهداء حاول أن يغادر المكان لكن صاروخا لاحقه وارتقى على إثره. الشظايا تناثرت في كل مكان. طبعا قوات الاحتلال بعدما أطلقت الرصاص أيضا باتجاه المواطنين في داخل مخيم الفارع، وأصابت أيضا شابا في 17 من عمره، أصابته بأكثر من رصاصة مما أدى أيضا إلى التقائه شهيدا، ليرتفع عدد الشهداء في طوباس إلى 6 شهداء. قوات الاحتلال انسحبت قبل قليل من مخيم الفارع وأعلنت انتهاء عمليتها العسكرية فيها. وطبعا الآن يعني المدينة والمخيم أعلنوا الإضراب والحداد العام على أرواح الشهداء، وطبعا سيقوموا بتشييع جثامين الشهداء الأربعة عمليا من مخيم الفارع ومخيم طوباس، والشهيد الشهيدين يعني من مخيم جنين سيتم الانتظار حتى انسحاب قوات الاحتلال من جنين ومخيمها حتى يتمكنوا من إيصالهم إلى عائلاتهم. في طول كرم أيضا انسحبت قوات الاحتلال من مدينة طول كرم ومن مخيم نور شمس ومن مخيم طول كرم بعد عملية استمرت 3 أيام. قوات الاحتلال أعادت فيها تدمير البناء التحتية في المخيمات، تحديدا في مخيمين نور شمس وطول كرم، كذلك في شوارع المدينة الرئيسية تحديدا منطقة شارع السكة ودوار الشواكي، اعتدت فيها على المواطنين وقامت بعمليات تحقيق ميداني، وكانت أيضا اقتحمت عددا من ضواحي المدينة مثل إكتابة وذنابة قبل أن تنسحب من المكان. لكن طبعا يبقى القلق في صفوف المواطنين من عودة قوات الاحتلال مجددا إلى طول كرم وحتى إلى طوباس، لأن طوباس في بداية العملية العسكرية اقتحمتها قوات الاحتلال ثم عادت إليها فجر هذا اليوم. قوات الاحتلال في هذه الأثناء تقتحم مخيم عقبة جبر في أريحة وسط الضفة الغربية، وهناك حديث عن إصابة مسن في 60 من عمره اعتدت عليه قوات الاحتلال بالضرب، وتنقله طواقم الهلال الأحمر حاليا لتلقي العلاج، وقوات الاحتلال تداهم منازل الفلسطينيين في مخيم عقبة جبر. في جنين طبعا العملية العسكرية متواصلة ومستمرة، رغم أن قوات الاحتلال كانت انسحبت ليلة أمس من معظم أحياء مخيم جنين، إلا أنها لا تزال تتواجد في منطقة الجبريات في طلعة الغبد المطلة على المخيم، أيضا في ساحة المخيم متواجدة، في منطقة دوار رحسان متواجدة، في منطقة الأحمدين أيضا دوار الأحمدين تتواجد، بالإضافة طبعا إلى شارع نابلس ومحيط المشافي الحكومية. كذلك كانت ليلة أمس حاصرت أحد المنازل في بلدة قطربان إلى الغرب من جنين، وطبعا أخرجت العائلات من المنزل وطالبت فلسطينيا بتسليم نفسه. بعد ذلك قام الفلسطيني بتسليم نفسه، اعتقلت أحد الشبان وسمحت للعائلات بالعودة إلى بيوتها وانسحبت من منطقة كفردان. عائلات من مخيم جنين عادت إلى بيوتها ليلة أمس لتجد دمارا هائلا في هذه البيوت، لكن التخوفات من أن تعود قوات الاحتلال إلى المخيم، خصوصا أنها لا تزال متواجدة وبكثافة في داخل مدينة جنين. في مدينة نابلس قوات الاحتلال كانت اقتحمت مخيم العين، وطبعا تصدى لها المقاومون بالرصاص وبالعبوات محلية الصنع، أصابت أحد الشبان ونفذت حملة اعتقالات وانسحبت بعد ذلك من مدينة نابلس. كذلك قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء ومناطق في مدينة رام الله، من بينها بلدة بتونيا إلى الغرب من مدينة رام الله، حيث اعتقلت فتاة وسط إطلاق لقنابل الغاز وقنابل المسيلة للدموع في المنطقة، وبعد ذلك انسحبت. كذلك اقتحمت بلدة برهان شمال غرب رام الله واعتقلت صحفيا قبل أن تنسحب من المكان. وطبعا في الخليل تحديدا في منطقة الظاهرية جنوب الخليل، قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل الفلسطينيين واعتقلت عددا آخر، وطبعا انسحبت من المنطقة. لكن بحسب شهود عيان فإن قوات الاحتلال تواصل حصار المنطقة الجنوبية من الخليل بشكل مكثف، وتضع بوابات وحواجز عسكرية في المكان وتضيق حركة المواطنين تحديدا على الطرق الرئيسة المؤدية إلى الخليل وقراها. شكرا جزيلا لك نسرين من رام الله. نشرت سرايا القدس تفاصيل عمليات مجموعاتها في الضفة الغربية المحتلة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأوضحت سرايا في بلاغ عسكري أن مقاتلي كتيبة جنين خاضوا 14 اشتباكا مسلحا مع قوات الاحتلال في مختلف محاور القتال، كما فجروا 6 عبوات ناسفة بجنود الاحتلال وآلياته محققين إصابات في صفوفه.
واستهدفت كتيبة الكرم قوات الاحتلال في كمين مركب جرى إعداده مسبقا في محور البلاونة أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين. كما خاض المقاومون 7 اشتباكات في مختلف محاور القتال وفجروا 4 عبوات نازفة بآليات الاحتلال. كذلك خاض مقاتلو كتيبة نابلس 4 اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة للمدينة وفجروا خلالها عبوة نازفة وفق بيان سرايا القدس. هذا ويستمر تصعيد عدوان الاحتلال على الضفة الغربية لليوم 8 وسط عمليات دهم واسعة وتدمير للبنية التحتية، فيما قرر جيش الاحتلال تمديد العملية العسكرية بعدما كان يفترض الانتهاء منها بالأمس. تقرير نسرين سلمي. إسرائيل مددت عملياتها العسكرية في جنين شمال الضفة الذريعة ملاحقة المقاومين الفلسطينيين، فيما الهدف بدا واضحا في حجم الدمار الذي أحدثه الاحتلال في حارات جنين وشوارعها. قوات الاحتلال فجرت عشرات المنازل في المخيم ودمرت محال تجارية في وسط المدينة، عدوان أكد مراقبون أن هدفه في الأساس ترهيب الفلسطينيين. يعني الطريقة التي يدمر بها البنية التحتية في جنين هي مؤشر واضح على الطريقة التي يحاول أن يستنسخها والتي أن يكرسها في أذهان الفلسطينيين في باقي محافظات المدن الفلسطينية من أجل أن يخافوا ويهاجروا ويغادروا. الدمار نفسه حل في طول كرم ومخيمها في ظل حصار مشدد فرضه الاحتلال على مخيم طول كرم ومستشفيات المدينة، فيما واصلت فصائل المقاومة التصدي للعدوان بالعبوات محلية الصنع والرصاص في وقت هددت فيه إسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية وإحضار كتائب من غزة إلى الضفة. إسرائيل معنية بإفناء الهوية الفلسطينية، كل ما يفعله نتنياهو ليس فقط في إطار بقائه في سدة السلطة والحكم وإنما أيضا الإطاحة بالهوية الفلسطينية، ولا تنسوا بأنه أعاد تقديم الذات الخارطة التي عرضها أمام الجمعية العامة في أيلول الماضي وقد شطب منها الضفة الغربية بشكل كامل. وبينما تركزت عمليات الاحتلال في شمال الضفة شنت قوات أخرى حملة دهم واعتقالات واسعة في بيت سوريك شمال غرب القدس ومخيم الجلزون شمال رام الله. إجوا فاتوا تقريبا على منطقة الجلزون على 3-3.5 وإجوا مخصوص على هون على بيت أختي على المنطقة كلها هي العمارة لدار عمي يعني، وعلى طول جمعوا الجميع تحت في دار ابن عمي تحت وخلوا ابن أختي هون لحاله وبلشوا تكسير في البيت وضرب فيه واعتدوا عليه بالضرب يعني المبرح. كما داهمت الخليل جنوب الضفة وقراها ونفذت حملة اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين. قرار إسرائيل توسيع العملية العسكرية وتمديدها يهدف إلى إعطاء جيش الاحتلال مزيدا من الوقت لاقتحام مدن فلسطينية أخرى ومخيماتها وتدمير البنى التحتية فيها واعتقال مزيد من المقاومين. نسر سلمي من مخيم الجلزون شمال رام الله، الميادين. وفي قطاع غزة استشهد 4 مواطنين في قصف استهدف خيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. وأفاد مراسل الميادين في غزة بارتقاء الشهداء إثر قصف طائرات مروحية خياما للنازحين قرب مبنى العيادات في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس ارتفاع حصيلة شهداء العدوان إلى أكثر من 40,861 شهيدا منذ 7 أكتوبر. الوزارة أشارت إلى أن مستشفياتها استقبلت أكثر من 40 شهيدا و107 جرحى إثر سلسلة مجازر ارتكبها جيش الاحتلال في مناطق مختلفة من القطاع. وأوضحت الوزارة أن عدد الجرحى وصل إلى 94,398 مصابا، فحصيلة الوزارة لا تشمل شهداء وجرحى الغارات الأخيرة التي شملت أيضا قصف منزل في مخيم الانصراط وسط القطاع.
أنا خالتي في المطبخ قاعدة بطبخ، ما بعرف إيش اللي صار، شفت نار طارت زيك علي وإشي دب فيي، والطبيخ وأنا بطبخ الطبيخ والصواني والطراجل الدنيا كله وقعت ونحطها الإزاز علي، ومش شايف قدامي حدا، أنا وبنتي طلعت أجري وصوت، لقيت الدار واقعة برا على أولادي وبرا وصوت، وما عرفت إيش خالتي إيش اللي صار ولا إيش اللي جرى، طلعت لقيت الدنيا زي ما أنت شايف دمار دمار، وابني بعد عنك في الصاب، وكنت دمها بالشر، وابني ظهره مكسور وقع عليها الحيطة، وقعت عليها الحيطة طيب في المستشفى أولاده. هيك يعني الدار دمرت، وفي من دور الجيران يعني الضرر كثير، والحمد لله رب العالمين. كاميرا الميادين تصل إلى أقرب نقطة من حدود بلدة القرارة في خان يونس، وترصد حجم الدمار الذي تسببت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الاجتياح الأخير لخان يونس. أحمد غنم. نحن هنا في منطقة شمال شرق القرارة على بعد مئات الأمتار من الحدود الشرقية، وأنا أقف هنا تحديدا على خط الإمداد الذي شقه الجيش الإسرائيلي من منتصف المنطقة الشرقية للقرارة كما تتابعون، من أجل إمداد قواته المتوغلة بخان يونس بالعتاد والسلاح، ولكن هذا الخط شيد على أنقاض مئات المنازل كما تتابعون في الصورة. معظم هذه المناطق المجرفة في الصورة هي مناطق مدنية، منازل مدنية تم تدميرها بشكل كبير للغاية، ودفع الجيش الإسرائيلي بالآلاف من سكان هذه المنطقة إلى الرحيل. أقام هنا سواتر ترابية من أجل حماية قواته المتوغلة إلى قلب مدينة خان يونس. دمار يعني هو نقصد ترحيل يعني تطهير عرقي، ان هذا كل هذا مقصود ترحيل المنطقه. لا انا لموتت والله عم بقولها شهيد، انا ابني جد معي هذا صغير والله والله جبته عشان اسسه هنا، والله عم بقولها شهيد. بده هجر الناس زي 48، هذا بحلم رزق الجنه على الفاضي اللي يقول. دمار كبير خلفه الجيش الإسرائيلي في منطقة القرارة، حيث لم يبقى منزل على حاله. هذا أحد المنازل، ما زال 19 شهيدا أسفل أنقاضه بعد قصفه من قبل الطائرات الحربية في القرارة. وكما تشاهدون هنا فإن أقواما من المنازل قد أهالتها الجرافات الإسرائيلية ضمن إطار ممنهج اعترف به جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يسعى لتفريغ هذه المناطق من سكانها بعد تدميرها تدميرا ممنهجا وتجريف بنيتها التحتية. هذه ناحية أخرى من منطقة القرارة التي دخلها الجيش الإسرائيلي مؤخرا. عمليات التدمير كما تشاهدون واضحة وممنهجة، لم تطل فقط المنازل والشوارع والبنى التحتية، بل أيضا طالت مرافق حيوية كالمدارس، مدارس الحكومة التي دمرت كما قال المكتب إعلام الحكومي إسرائيل منها ما يقرب من 300 مدرسة. وعملية إعمار هذه المناطق بكل تأكيد ستكبد وستكلف مبالغ مالية طائلة. هو دمار كبير في منطقة القرارة كما قالت بلدية خان يونس بشكل ممنهج. من المنطقة الشرقية للقرارة، أحمد غانم، الميادين. تبقى معنا، نعود إليك فور جهوز الرسالة. نشر الإعلام الحربي لكتاب القسام مقطعا مصورا يحوي رسالة الأسيرين الإسرائيليين القاتلين ألكسندر لبنوف وكارميل جات. الأسيرة القتيلة كانت أعربت في الفيديو عن أملها في أن تكون قد بقيت لها عائلة كي تعود إليها، فيما قال الأسير لبنوف إن الحكومة تحاول قتل الأسرة لأجل عدم إنجاز صفقة. ערב טוב לכולם, שמי רבנוב אלכסנדר, בן 32 אשקלון. בשביל אוקטובר נחטפתי במסיבה בחניון רעים בזמן עבודתי. אנחנו מוחזקים בתנאים מאוד מאוד קשים. אין דברים בסיסיים כמו מים, אוכל, חשמל,
היגיינה, כל הזמן יש הפצצות, אנחנו מפוחדים, בקושי מצליחים לישון. העבירו אותי כ-10 מקומות כדי לשמור על החיים שלי. אני פונה לבנימין נתניהו וממשלת ישראל. נכשלתם, הפקרתם אותנו ב-7 באוקטובר. ועכשיו אתם ממשיכים להיכשל בכל ניסיון לשחרר אותנו בחיים. אתם רק מנסים להרוג אותנו בשביל לא לעשות שום עסקה. ופה אני מבקש עזרה מהחברים שלי, מעם ישראל. השארתי בבית אישה בהיריון, ילד בן 2 וזוג הורים חולים. תעזרו להם לצעוק את צעקתי, תצאו לרחובות, תפגינו, תעשו הכל כדי שנצא מפה בחיים. אבל רק להזכיר לכם שבעסקת שליט שוחררו מעל 1,000 מחבלים, משפחה שלי. מיכל, תום, אמא, אבא, אנטון. תישארו חזקים ומאוחדים. אני בטוב, מתגעגע ואוהב אתכם מאוד. שמי כרמל גת, בת 39, מבארי. נחטפתי מבית הוריי ב-7 באוקטובר, שם שהייתי עם בני משפחה נוספים, שאני לא יודעת מה עלה בגורלם. אני מוחזקת בשבי, עם מעט מאוד אוכל, מים, תנאי היגיינה ירודים, הפצצות בלתי פוסקות, ובעיקר בלי לדעת אם אני הולכת לצאת מכאן בחיים. ב-7 באוקטובר אני, המשפחה שלי ושאר תושבי קיבוץ בארי, הופקרנו לגורלנו. אני מתחננת ומפצירה בפני ממשלת ישראל והעומד בראשה, מר בנימין נתניהו, בבקשה, בבקשה, הפסיקו את ההפקרות הזאת, הפסיקו את ההפצצות ותחזירו אותנו הביתה. אזרחי מדינת ישראל, אני מבקשת מכם להמשיך להפגין עבורנו, תמשיכו להילחם על החיים שלנו. אל תוותרו ואל תיתנו לדלת המסע ומתן להיסגר עלינו. משפחה יקרה שלי, אני מקווה שיש לי משפחה לחזור אליה. אני נשארת חזקה גם בשבילכם עד שהסיוט הזה ייגמר. אני אוהבת אתכם. مراسلنا من غزة أكرم دلول، صباح الخير، لو توجز لنا صورة آخر المعطيات والمستجدات الميدانية لديك. صباح الخير محمد وكافة المشاهدين. المستجدات بالتأكيد ما زالت تتعلق بتواصل الغارات الإسرائيلية وعمليات القصف المدفعي. أكثر من 40 شهيدا وصلوا للمستشفيات خلال الساعات الماضية. هؤلاء فقط الطواقم الطبية من تمكنت من انتشالهم، بمعنى أن هناك أعداد أخرى من الشهداء عادة لا يمكن الوصول إليهم، إما تحت الركام وإما في مناطق يمنع الجيش الإسرائيلي مركبات الإسعاف من التقدم إليها، كرفح التي تتعرض لعدوان إسرائيلي كبير، وإلى عمليات تدمير ممنهج لما تبقى من أحياء ومنازل سكنية في الغرب تحديدا من المدينة في محاور تل السلطان وتل زعرب وأيضا الحي السعودي. وأيضا بالحديث عن رفح، لازلنا نتحدث محمد عن استمرار الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في كل المحاور، سواء في الوسط أو في الغرب أو في الشرق. هذه المناطق كلها ما زالت نقاط اشتباك، وتقول المقاومة على مدار الساعة أنها توجه مزيد من العمليات والضربات ضد القوات الإسرائيلية. في خان يونس هناك غارة إسرائيلية ليلا استهدفت خيمة للنازحين مجددا في منطقة المواصي، المفترض أن تكون آمنة غرب المدينة، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة عدد آخر من النازحين. هؤلاء بالتأكيد كان يفترض أن ينعموا بالأمان، لكن لا مكان آمن كما نؤكد على الدوام في قطاع غزة، وبالتالي القصف الإسرائيلي يلاحقهم في كل مكان. كذلك القصف من المدفعية ما زال يتركز على المناطق الشرقية من خان يونس، رغم الانسحاب الإسرائيلي في الأيام الأخيرة من بعض المحاور التي كان جيش الاحتلال قد توغل فيها، وهذا القصف في الساعات الماضية أدى إلى إصابة عدد من المواطنين. في المحافظة الوسطى ربما الحدث الأبرز التي ارتكبها الاحتلال بحق النازحين هذه المرة مجددا في داخل باحات مستشفى شهداء الأقصى الوحيد في المنطقة الوسطى. غارة إسرائيلية طالت خيمة للنازحين، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 4 حتى الساعة،
وإصابة آخرين، بعضهم من النازحين الذين كانوا قد لجأوا إلى خيام مجاورة للخيمة التي تم قصفها بالقرب من مقر العيادة الخارجية داخل هذا المستشفى. للتنويه محمد أن هذا القصف الإسرائيلي الذي يطاول هذه المرة مجددا مستشفى شهداء الأقصى لم يكن الأول، أكثر من غارة إسرائيلية بعضها طالت خيام للنازحين وأخرى طالت خيام للصحفيين، ومع كل مرة نتحدث عن شهداء وجرحى. في المحافظة الوسطى كذلك هناك غارات طالت منازل في النصيرات وفي دير البلح وفي البريج، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء عدد من المواطنين، فيما القصف المدفعي ما زال يشتد على مناطق المغراقة وأيضا شمال مخيم النصيرات إضافة إلى شرق مخيم المغازي كما جرى في الساعات الماضية. على صعيد مدينة غزة الأحداث بالتأكيد كانت كثيرة الليلة الماضية، القصف الإسرائيلي يبدو عشوائيا وجنونيا على حي الزيتون، هذا الحي الذي يتعرض منذ قرابة أسبوعين لعملية توغل إسرائيلية برية، هي السادسة أو السابعة هذا الاستهداف والتوغل الإسرائيلي. صحيح أنه يطال المناطق الواقعة جنوب ما يسمى بشارع 8، لكن وتيرة القصف الإسرائيلي تطال عمق هذا الحي، وبالتالي نتحدث عن ليلة صعبة وعصيبة على أهالي هذا الحي الذين بدأ عدد منهم ينزح مجددا على اعتبار أن القذائف المدفعية كما أشرت بدأت تطال مناطق على غرار محيط مسجد صلاح الدين، شارع النديم وشارع صيام أو شارع كشكو كما يعرف هنا، وبالتالي هذه المناطق كلها تقع في قلب حي الزيتون وفي قلب يعني الكثافة السكانية، ونحن نتحدث عن أن حي الزيتون هو واحد من أكبر أحياء مدينة غزة. عدد من الشهداء وصلوا في الساعات الماضية إلى مشفى المعمداني الأهلي العربي بفعل هذه الغارات وعمليات القصف المدفعي، فيما عدد آخر من الشهداء وحتى الجرحى لا يمكن لمركبات الإسعاف أن تصل إليهم. كذلك في مدينة غزة هناك قصف إسرائيلي كان قد طاول عدد من المنازل والأراضي الزراعية في حي الشيخ رضوان، نتج عنه أيضا شهداء وجرحى، وكذا الأمر بالنسبة لشمال القطاع شرق مخيم جباليا، القصف المدفع الإسرائيلي تجدد بوتيرة عشوائية، وهذا القصف ربما لا يساهم به هو أكثر خطورة من القصف الذي تنفذه المقاتلات الحربية الإسرائيلية. شكرا جزيلا لك أكرم دلول من غزة. القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أكد في حديث للميادين أن بعض الأسرى الإسرائيليين قتلوا في قصف إسرائيلي، وأضاف حمدان أن نتنياهو يتحمل المسؤولية عن عودة الأسرى قتله. لقد قتل أسرى خلال القصف الذي استهدف الشعب الفلسطيني، وقتل أسرى برصاص الجنود مباشرة كما يتذكر الجميع في حادثة قتل 3 من الأسرى في منطقة الشجاعية عندما ظن جنود الاحتلال أن هؤلاء يمثلون كمينا، وقتل أسرى في عملية استخلاص أسرى آخرين في نصيرات، استخلص 4 من الأسرى ولكن قتل 3 آخرين، وارتكب العدو مجزرة فيها 250 شهيد وأكثر من 400 جريح. كذلك أكد حمدان تمسك حركة حماس بضرورة تضمين أي اتفاق لوقف إطلاق النار نصا واضحا بالانسحاب الكامل من محور فيلادلفيا ومن كامل قطاع غزة. وأضاف حمدان أن حماس أبلغت الوسطاء في القاهرة أن كل ما يتعلق بمعبر رفح شأن فلسطيني. نحن لا نقبل كلاما شفويا، نحن كلما حدثنا الوسطاء بأفكار يتم تداولها منذ البداية منذ 7 أشهر وحتى اليوم كنا نشدد على ضرورة أن يكون كل ما يقدم من أفكار موثقا ومكتوبا، لأنه يسهل جدا الالتفاف على ما يقال شفاهة كأن يقال هذا سوء فهم أو أنه لم يقصد أو أن الكلمة عنت غير ذلك، على وعلى أن الإسرائيلي حتى فيما هو مكتوب ينقلب عليه ويتراجع، ولذلك أنا لا يهمني ما يقول رئيس الموساد ما لم يقدم ذلك في وثيقة مكتوبة مشفوعة بخريطة واضحة تحدد شكل وطبيعة وحدود الانسحاب الإسرائيلي. وأكدت حركة حماس أنها ليست بحاجة إلى مقترحات جديدة، مشددة على أن المطلوب الآن هو الضغط على نتنياهو وحكومته وإلزامهما بما تم التوافق عليه. وحذرت الحركة من الوقوع في شرك نتنياهو ألاعيبه، والذي يستخدم المفاوضات لإطالة أمد العدوان على الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن قراره بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا يهدف إلى إفشال التوصل للاتفاق. وعلى خط موازن، نقل موقع القاهرة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى قوله إن ترويج نتنياهو اتهامات بحق مصر أكذوبة أخرى لتبرير فشل حكومته في السيطرة على التهريب.
ورأى المصدر أن نتنياهو يمهد لإعلان فشله الأمني والسياسي وعدم العثور على الأسرى أو تحقيق أي انتصار عسكري في غزة والضفة. المصدر أكد أن الأطراف كافة مستاءون من استمرار نتنياهو في إفشال التوصل إلى اتفاق، ورأى أن الحكومة الإسرائيلية فقدت صدقيتها بالكامل داخليا وخارجيا. وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اتهم مصر بالفشل في منع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، مؤكدا رفضه الانسحاب من محور فيلادلفيا. إذا خففنا الضغط وخرجنا من ممر فيلادلفيا فلن نتمكن من استعادة الرهائن، ومن المؤكد أننا سنحكم على كثيرين منهم بالبقاء هناك، وقد نتمكن من إطلاق سراح قليلين منهم. سيمنحوننا ذلك، لكنهم سيتركون كثيرين معهم. لن يكون لدينا نقطة للضغط، وسيحدث شيء آخر. لن نتمكن من العودة، لذا فلن نستعيد جميع الرهائن، ولن نحقق الدفاعات التي يجب أن نمتلكها لمنع مزيد من 7 أكتوبر مرة تلو الأخرى. في الأثناء أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن مفاوضات وقف إطلاق النار مستمرة منذ عدة أشهر وتتضمن 3 مكونات أساسية. خلال إحاطة صحفية عبر الهاتف أشار المسؤول الأمريكي إلى أن المكون الأول هو الجانب الإنساني، والثاني هو تبادل الأسرى، والثالث هو ترتيبات وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن الاتفاق في مجمله مكون من 18 فقرة، تم الانتهاء من 14 فقرة منها، حيث تمت الموافقة على 90% من هذه الصفقة بشكل أساسي. المسؤول الأمريكي أضاف أن البنود الواردة في هذه الصفقة هي التي تم الاتفاق عليها، معتبرا أنها جاهزة للمضي بها قدما في حال تم إطلاق سراح الأسرى. كذلك أشار المسؤول إلى أنه لا شيء في الاتفاق يتطرق إلى ذكر محور فيلادلفيا، والخلاف هو على ما إذا كانت تلك المنطقة ستصنف منطقة ذات كثافة سكانية كبيرة ستنسحب منها إسرائيل، معتبرا أن ما وصفه بأمن إسرائيل سيكون في خطر أكبر في غياب اتفاق، والمخاوف الأمنية الإسرائيلية ستحظى بالأولوية في تنفيذ أي اتفاق لوقف إطلاق النار وفق تعبيره. وتظاهر الآلاف من الإسرائيليين ليلا مطالبين الحكومة بصفقة لإطلاق الأسرى، وأقيمت التظاهرات أمام مقر وزارة الأمن في تل أبيب وفي عدد من المدن الأخرى وأمام منازل وزراء في الحكومة. وحمل المتظاهرون صورا للأسرى 6 الذين قتلوا أخيرا في غزة، ورددوا هتافات من بينها صفقة الآن، وكان يمكن إعادتهم أحياء، ومن تخلى عنهم فهو ملزم بإعادتهم. زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اتهم الحكومة بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق لأن إنهاء الحرب يعفيها من مواجهة التحديات. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن لابيد قال في مستهل جلسة لكتلة يش عتيد أنه يجب التوصل إلى صفقة تبادل، وأن إنهاء الحرب هو مصلحة إسرائيلية من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية بحسب تعبيره. نقلت شبكة NBC الأمريكية عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس طلبا لعائلات المحتجزين الأمريكيين في غزة بعقد اتفاق مع حركة حماس لا يشمل إسرائيل، لكن مثل هذا الاتفاق غير واقعي. وأضافت المصادر أن مسؤولين في إدارة بايدن أخبروا عائلات المحتجزين الأمريكيين أنهم سيبحثون كل الخيارات، لكنهم أكدوا أن اتفاقا مع حماس يشمل إسرائيل يظل المقاربة الأفضل. ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة بايدن أجرت اتصالات أولية مع حماس بوساطة قطرية قبل 6 أشهر، لكنها لم تسفر عن أي نتيجة، وأن اتفاقا من هذا القبيل غير ممكن. إلى جنوب لبنان، حيث استشهدت سيدة وأصيب آخرون بجروح في قصف إسرائيلي استهدف عددا من البلدات. وأعلنت وزارة الصحة استشهاد السيدة صباح فحص وإصابة 2 آخرين في قصف على بلدة قبريخة، كما أصيب 3 إثر غارة إسرائيلية على بلدة حولة. ووسع الاحتلال اعتداءاته مستهدفا أطراف بلدة رامية وأطراف بلدة زوطر وبلدة القنطرة، كما استهدفت الطائرات الحربية أطراف بلدة زبقين ومنطقة وادي حسن.
ودوت صفارات الإنذار صباح اليوم شمال فلسطين المحتلة. كذلك أعلنت المقاومة إدخال مستوطنة نأوت مردخاي في جدول نيرانها وقصفها للمرة الأولى برشقات من صواريخ الكاتيوشا. المقاومة أعلنت أن العملية جاءت دعما لقطاع غزة وردا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الآمنة التي أدت إلى استشهاد مواطنة في بلدة قبريخة. كذلك نفذت المقاومة 8 عمليات ضد الاحتلال شملت تموضعا لجنود الاحتلال في ثكنة زرعيت. وأعلنت المقاومة قصف مرابض مدفعية الاحتلال في الزعورة ومقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل ومرابض مدفعية الاحتلال في ديشون بصواريخ الكاتيوشا. كما أعلنت قصف مواقع المرج بالأسلحة الرشاشة وموقع السماقة وموقع رويسات العلم وحانيتا بقذائف المدفعية والمنظومات الفنية في موقع العاصي بالأسلحة المناسبة. وسائل أعلام إسرائيلية أكدت وقوع أضرار وإصابات من جراء سقوط صواريخ في كفر بلوم وباتجاه الجليل والجليل الأعلى. وسائل أعلام أشارت إلى أن 12 فرقة إطفاء عملت لإخماد الحرائق في مواقع عديدة في الجليل من بينها كريات شمونة وديشون وبيت هلل وتل حي. كما أشارت إلى أن أضرارا لحقت بمبنى في كريات شمونة في أعقاب سقوط صاروخ حيث أوقف رجال الإطفاء تسرب الغاز على الفور. هذا يوم إضافي اضطروا فيه إلى إخبار 3 عائلات أخرى أن منازلهم تضررت، وفي الرشقة الأخيرة أيضا تضرر منزلا، أي تضررت 5 منازل في كريات شمونة فقط. هذا هو الواقع في الشمال منذ 11 شهرا، 4 منازل هنا و5 منازل هناك و3 هنالك، وهكذا كل يوم يأتي إطلاق النار من دون إنذار سابق. ونشرت المقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد من عملية استهداف مواقع وثكن وتجهيزات تجسسية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية. المقاومة الإسلامية في العراق نشرت مشاهد لإطلاق طائرات مسيرة باتجاه ميناء حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة صباح أمس الأربعاء.
إلى مجلس الأمن الدولي حيث وجهت إدانات واسعة للكيان الإسرائيلي. وكان المجلس عقد جلسة طارئة بدعوة من تل أبيب لإدانة حماس بعد مزاعم قتلها 6 أسرى. نزار عبود. منذ انطلاق طوفان الأقصى وإسرائيل تطلب إدانة حركة حماس دوليا، لكنها لا تنجح في كل مرة، فجرائمها البشعة تخطت كل الحدود وجلبت لها الإدانات حتى من محكمة العدل الدولية، بيد أن مجلس الأمن يبقى معطلا عن العمل بقرار أمريكي. الدعوة إلى عقد الجلسة الطارئة لم تقتصر على الجانب الإسرائيلي، فالجزائر دعت إلى مناقشة الوضع الإنساني في غزة والضفة، ورأت أن تقاعس المجلس عن تطبيق قراراته كان مسؤولا عن قتل آلاف إضافيين من الفلسطينيين، فضلا عن تقويض هيبة المجتمع الدولي. الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ عقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، والحجم الهائل للقتل والدمار يكشف عزما على محو الهوية الفلسطينية وفكرة الدولة الفلسطينية. ولم تستطع الولايات المتحدة تجاهل جرائم إسرائيل في الضفة الغربية، ولكنها بدلا من الضغط على المعتدي قدمت السلاح والذرائع لمواصلة العدوان. روسيا لامت واشنطن على المماطلة والعمل لدفن قرار المجلس لثلاثة أشهر، وطلبت بعمل دولي يرغم إسرائيل على وقف العدوان. أما مندوب فلسطين فتساءل كيف يكون دعم الضحايا بتزويد القاتل أسلحة فتاكة وبتجاهل توسيع الاحتلال بالقوة. لا أحد ساذج إلى حد التغافل عن الغاية من كل هذا البطش، إنها الأرض، فكل الفلسطينيين مذنبون بجريمة الرغبة في العيش على أرض أجدادهم. لم يحصل مندوب إسرائيل على غايته من عقد هذه الجلسة، والأمم المتحدة تستعد لاستقبال رؤساء الدول في الأسابيع القليلة المقبلة، ومن ضمنهم بنيامين نتنياهو، لكنه سوف يقابل بتظاهرات ساخطة لن يتخلف اليهود الأمريكيون عن المشاركة فيها. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض محاولات إسرائيل جر دول إلى التصعيد في المنطقة، وعقب استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أنقرة وترأسهما أول اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين البلدين وتوقيع الجانبين عددا من الاتفاقيات الثنائية، شدد أردوغان على ضرورة وقف إطلاق النار ووصول المساعدات إلى غزة. أما السيسي فطلب بوقف إطلاق النار على نحو فوري في غزة، ورفض التصعيد في الضفة الغربية، كما شدد على ضرورة التوصل إلى حل للأزمة السورية، ورحب بالتقارب التركي السوري. المحور الأساسي لاجتماعنا اليوم كان موضوع فلسطين، ولا سيما لجهة التأكيد على وقف إطلاق النار ووصول المساعدات إلى غزة. إسرائيل عبر عرقلة وصول المساعدات تضيف جرائم جديدة إلى جرائمها في القطاع، وتحاول كسر إرادة الفلسطينيين. نرفض اتهامات نتنياهو لمصر، والمسؤولون الإسرائيليون الذين يرتكبون الجرائم في غزة يجب أن يحاكموا. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رأى أن ما تعيشه المنطقة من أزمات يؤكد أهمية التنسيق والتعاون بين مصر وتركيا، خاصة في مجال المساعدات الإنسانية. ناقشت مع فخامة الرئيس أردوغان سبل التنسيق والعمل معا للمساهمة في التصدي للأزمات الإقليمية، وعلى رأسها معالجة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها إخواننا الفلسطينيون في غزة، في كارثة غير مسبوقة قاربت على العام، حيث يهمني في هذا الصدد إبراز وحدة موقفي مصر وتركيا حيال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفض التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية، والدعوة للبدء في مسار يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 أمن والاستقرار. السيدات والسادة، ناقشنا كذلك الأوضاع في سوريا، وأكدنا تطلعنا إلى التوصل لحل لتلك الأزمة التي أثرت على الشعب السوري الشقيق بشكل غير مسبوق، ورحب هنا بمساعي التقارب بين تركيا وسوريا.
زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للعاصمة التركية أنقرة تعد بمنزلة تطبيع رسمي للعلاقات بين البلدين وبداية مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق. أهمية هذه الزيارة وأبعادها ودلالاتها في هذا التقرير لعمر كايد. بعد أكثر من عقد من الخلافات بين مصر وتركيا، يسير الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جانب نظيره التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة. لقطات تحمل في طياتها دلالات ومعاني سياسية كثيرة، وتؤكد أن البلدين أمام مرحلة جديدة من العلاقات والتعاون. مصر وتركيا كانت بينهما مشاحنات لمدة طويلة، وكانت تلك المرحلة صعبة جدا. التقارب الذي نشهده الآن بين أردوغان والسيسي له انعكاسات إيجابية على البلدين، فالدولتان تجمعهما علاقات تاريخية وثقافية وسياسية واقتصادية عريقة تمتد مئات السنين، وقد آن الأوان لطي صفحة الخلافات. عوامل عديدة دفعت باتجاه التقارب بين الجانبين، أهمها التغيرات التي تجري في العالم والإقليم، وسعي الولايات المتحدة لإعادة رسم الجغرافيا السياسية للمنطقة والسيطرة على ثرواتها بالتعاون مع إسرائيل ومن خلال تهميش الدول المؤثرة والفاعلة. هذه الزيارة ستكون لها تداعيات على المنطقة والإقليم، كونها جاءت بعد 12 عاماً وهي الزيارة الأولى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا. هناك ملفات مهمة وحساسة تم التباحث بين الرئيسين بما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، كان هذا الملف الأول والرئيسي على طاولة الحوار اليوم، وكذلك أيضا الملف الليبي وتعقيداته إضافة إلى غاز البحر الأبيض المتوسط. إلى جانب هذه القضايا الإقليمية، وقع الطرفان العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات عديدة، مجالات اقتصادية وتجارية وسياسية وثقافية وأمنية، إضافة إلى بعض القضايا المتعلقة بملف الطاقة في البحر الأبيض المتوسط. صحيح أن الزيارة هي تطبيع رسمي للعلاقات بين أنقرة والقاهرة بعد سنوات من الخلاف والقطيعة، لكن توقيت هذا اللقاء والملفات التي ناقشها الجانبان يحملان أبعادا استراتيجية، ومن المرجح أن يكون لها انعكاسات على بعض ملفات المنطقة المهمة. عمر كايد، أنقرة، الميادين. في بريطانيا، أكد رئيس الوزراء كير ستارمر التزام حكومته بالوقوف إلى جانب حق إسرائيل في الدفاع عن النفس رغم تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إليها. وخلال جلسة المساءلة الأسبوعية للحكومة في البرلمان شهدت مواجهة مع زعيم المعارضة ريشي سوناك، دافع ستارمر فيها عن قرار حكومته بأن مراجعة عامة جرت لكل التراخيص. علقت المملكة المتحدة بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، لكنها ما تزال مستمرة في دعم الحرب على غزة. وزير الخارجية ديفيد لامي امتنع عن فرض حظر شامل على صادرات الأسلحة، مكتفيا بتعليق صادرات 30 ترخيصا من أصل 350 ترخيصا، من دون أن يوجه أي اتهام إلى تل أبيب بانتهاكها القانون الدولي والإنساني. وزير الدفاع البريطاني طمأن تل أبيب بأن تعليق بعض الصادرات التي تشمل بعض الأجزاء المكونة للمسيرات والطائرات المروحية لن يكون له أي تأثير مادي على أمن إسرائيل. نحن نعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس ونؤيده تماما، واتخذنا إجراءات لدعم هذا الحق في دفاع إسرائيل عن نفسها. أما فيما يتعلق بتراخيص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، فالقرار ليس موجها ضد تل أبيب، بل يأتي في إطار المراجعة التي نجريها لجميع التراخيص. حزب المحافظين اعترض على توقيت صدور قرار تعليق بعض الصادرات إلى تل أبيب، وكذلك فعل كبير حاخامي اليهود في بريطانيا إبرام ميلفز، الذي عبر عما سماه خيبة أمله من صدور القرار. هي رسالة سيئة جدا، وآمل أن يدرك رئيس الوزراء الألم الذي أحدثه، وأتمنى عليه أن يطمئن الجاليات اليهودية وإسرائيل إلى أن بريطانيا تقر بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. التنازل الذي قدمته حكومة ستارمر هو نتيجة ضغط الشارع، فالناس العاديون عليهم أن يقولوا لهذه الحكومة إن ما فعلته غير كاف، لأن ما تفعله إسرائيل في غزة والضفة شبيه بما فعلته النازية في الحرب العالمية الثانية.
وزير الخارجية البريطاني الذي حرص على إظهار ولائه لإسرائيل عندما عرف عن نفسه في البرلمان بأنه صهيوني تقدمي ليبرالي ومؤمن بإسرائيل كدولة ديمقراطية وموطن لليهود، امتنع عن تعليق صادرات مكونات طائرة F-35 التي استخدمتها إسرائيل وفق تقارير بريطانية في ارتكاب مجزرة المواصي في يوليو تموز الماضي. يقول النشطاء إن تعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل هو بمثابة اعتراف ضمني بالذنب، لكنه برأيهم غير كاف لوقف حرب الإبادة في غزة، مؤكدين على مواصلة الضغوط في الشارع حتى تستجيب الحكومة لمطلبهم في فرض حظر شامل للأسلحة إلى إسرائيل. موسى سرور، لندن، الميادين. في ختام هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتقارير تفضلوا بزيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء.